حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. سجل خام البصرة الثقيل خسائر طفيفة، بينما سجل الخام المتوسط مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الماضي. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 42 سنتا ليصل إلى 82 دولارا و98 سنتا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 73 سنتا. وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 42 سنتا ليصل إلى 85 دولارا و56 سنتا، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 27 سنتا. قالت لجنة النفط والغاز النيابية إن العراق تخلف لسنوات طويلة عن البدء باستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط. وأضاف عضو اللجنة النائب علي شداد أن العراق هو المصدر الثاني في منظمة أوبك، لكنه اليوم متخلف عن الاستثمار في الغاز، يفرض على البلاد التزامات ضخمة استنادا إلى الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن الاستثمار في الغاز المصاحب من شأنه أن يلعب دورا رئيسا في خفض نسبة التلوث في محافظة البصرة خلال السنوات الخمس المقبلة. أقرت شعبة زراعة ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار أن ارتفاع درجات الحرارة ألحقت الضرر بالمحاصيل الزراعية. وقالت الشعبة إن موجات الحر الشديد أجبرت المزارعين على زيادة معدلات التسميد، وتسببت بانتشار الأمراض وزيادة تكلفة الزراعة الصيفية، وألحقت خسائر مادية كبيرة بالمزارعين. وأضافت أن مزارعي تلك المناطق قاموا بزراعة مساحة كبيرة من مختلف المحاصيل الزراعية، إلا أنها تعرضت لموجات حرارية أدت إلى اصفرار النباتات وضعفها وموتها. كشف مدير مطار السليمانية هنري نهيوا عن حجم الخسائر المالية التي لاحقت بالمطار نتيجة توقف الرحلات الجوية مع تركيا. وقال هيوا إن الحظر الجوي المفروض على مطار السليمانية منذ نيسان عام 2023 أدى لخسائر مالية تفوق 10 ملايين دولار، مشددا على أن الخسائر مستمرة. وفي نيسان من العام الماضي فرضت تركيا حظرا على تنقل الرحلات بينها وبين مطار السليمانية حتى مطلع كانون الأول 2023 قبل أن تمدد الحظر، وذلك بعد اتهامات السليمانية والاتحاد الوطني الكردستاني بالسماح لعناصر وقادة من ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا باستخدام المطار والتنقل من خلاله. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو استقرار أسعار الغذاء حول العالم خلال شهر نيسان الماضي، وبلغ متوسط مؤشر الأسعار المنظمة الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً بلغ أكثر من 120 نقطة في شهر حزيران الماضي. وقبل حزيران كان مؤشر المنظمة قد ارتفع في ثلاثة أشهر متتالية بعد أن سجل في شباط الماضي أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مع تراجع أسعار المواد الغذائية من ذروة غير مسبوقة سجلتها في آذار من عام 2022 في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.